Hey, why choose between a phone and a tablet when you can have both in one magical device? Now watch movies, play games, or take group fees. What you really need is the new Lenovo Fab. شو عاملين بعطلة نهاية الأسبوع؟ ما تخبروني أنا حالكن. حتى شو كلياتكن على IGN Convention أبو ظبي اللي حيصير بدو فورم على ياس آيلاند لنتسلى كلنا مع بعض. هلا يلا نبلش حلقة هالأسبوع من IGN Weekly Fix. ما بعرف انتو شو كنتوا عم تعملوا هالكم يوم، بس أنا كنت مشغولة عم بقتل ستورم تروبرز وجنود الامباير بستار وورز باتل فرونت بيتا. ومع انه البيتا انتهى هلا، في عنا سبب لنفرح لانه EA اعلنت عن السيزن باس للعبه. حيتضمن السيزن باس 4 حزمات توسيعيه والقدره على لعبهم اسبوعين قبل من اصدارهم رسميا، بالاضافه للتعبير او الايموت بعنوان شوت فيرست يلي بيلمح لمواجهه هان سولو وغريدو، لانه كلنا بنعرف انه هان سولو قوس قبل. ما تجدوني بالموضوع. وعدت EA بالكشف عن معلومات اضافيه بالاسابيع القادمه. سيزن باس متوفر للطلب المسبق على البلاي ستيشن ستور، اكس بوكس ستور واورجن، وسعره 50 دولار. هلا مع انه بعد ما قطع سنه عن تاريخ اصدار بلودبورن، اعلنت سوني عن لعبه بلودبورن جيم اوف ذا يير اديشن يلي حتصدر ب 25 نوفمبر. الجيم اوف ذا يير اديشن حتتضمن اللعبه الاصليه بالاضافه لحزمه اولد هانترز يلي اعلنت عنها بتوكيو جيم شو. لهلا حتتوفر اللعبه بس باوروبا واسيا والشرق الاوسط، بس ما اجى تاكيد عن امريكا. انا بفضل لو سوني كانت نطرت شوي قبل اصدار اللعبه مره ثانيه، بس خبروني انتم شو رايكم. هلا مين منكم جاي على بالو يقتل مراهقين هبل؟ لا بس انا. أنا شركة Gun Media إنه السفاح جيسون فورهيز حيعود على البلاي ستيشن 4، إكس بوكس 1 وبي سي بلعبة Friday the 13th. Guns أعلنت عن حملة Kickstarter لتساعدهم يكملوا المبلغ يلي عايزينه ليخلصوا اللعبة يلي كان عنوانها السابق Slasher Volume 1 Summer Camp. حتكون اللعبة طور لعب جماعي مع لاعب واحد بيتحكم بشخصية جيسون، وسبع لاعبين مهمتهم يقدروا يهربوا منه لينجو. بتوقع تصدر Friday the 13th بخريف 2016 وحنقدر نرجع نلعب بسفحنا المفضل ونقتل كل العالم. لا بعدني لحالي. بعده صراع الأجهزة بين البلاي ستيشن والأكس بوكس مستمر، ومن فترة عبر رئيس أكس بوكس فيل سبنسر عن شعوره عن الموضوع. بحدث 2015 Geek Wire Summit سألوه إذا برأيه حتقدر Xbox One تغلب على البلاي ستيشن 4. راد سبنسر ما بعرف، كانوا متواجدين قبلنا وعندهم بداية أقوى وجهاز جيد. أنا بحب المحتوى والألعاب يلي عنا إياها. كفى بقوله أنه تركيزهم هلأ على رد ثقة مجتمع اللاعبين فيهم وتعزيز علاقتهم معهم. أنا بحترم فيل سبنسر على هالتوجه، وبالنسبة لي كل صراع الأجهزة هذا ما له عازة، المهم نحن يكون في عنا ألعاب حلوة نلعبها. وبالحديث عن ألعاب حلوة، إذا بعدكم ما لعبتوا Until Dawn وقفوا كل شيء ولعبوها هلأ، لأنه صراحة واحدة من أحلى الألعاب اللي صدرت هالسنة. حلو لدرجة إنه المطورين عم بفكروا يعملوا جزء تاني. قالوا المطورين إنه بعد الرد الممتاز اللي حصلت عليه اللعبة بلشوا يفكروا كيف فيهم يعملوا جزء تاني لإلها. طبعاً لازم تكون قصة مختلفة مع شخصيات مختلفة، لأنه في نهايات متعددة للقصة وحتختلف مع لعب كل شخص. أنا حبيتها للعبة كتير وبشجع المطورين يعملوا على جزء تاني، بس أنتوا شو رأيكم؟ هلا أصلاً أنا فكرت التوب 10 من تقدمة فوكس موفيز، وفي عنا بالمرتبة العاشرة The Visit، بالمرتبة التاسعة Everest، بالمرتبة الثامنة Black Mass، بالمرتبة السابعة The Walk، بالمرتبة السادسة Maze Runner The Scorch Trials، بالمرتبة الخامسة Sicario، بالمرتبة الرابعة The Intern، بالمرتبة الثالثة Pan، بالمرتبة الثانية Hotel Transylvania 2، وبالمرتبة الأولى في The Martian. وهلأ عنا المسابقات، وإذا تتذكروا بأسبوع الماضي كان في عنا نسختين لـ NBA 2K16، واحدة على Xbox One واحدة على PlayStation 4. الرابحين معنا هن رهيف عزدين على Xbox One وكارل فرع على PlayStation 4. ألف مبروك لكم، وحنتواصل معكم بأقرب وقت ممكن. أما بالنسبة لهالأسبوع، تتذكروا عن الحدث اللي كنت عم خبركم عنه بأول حلقة IGN Convention أبو ظبي. إذا حابين تربحوا تذاكر للحدث، زوروا موقعنا me.ign.com واشتركوا بالمسابقة، وإن شاء الله بحالفكم الحظ. أنا لنجسر، وتذكروا إنه عطول فيكم تشوفوا Weekly Fix على قناة اليوتيوب الخاصة فينا، وبشوفكم الأسبوع الجاي.